فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في روايات حديث الحوض الاختلاف في ذكر مسافة الحوض، فرواية بين صنعاء وعدن، وقيل بين مكة وصنعاء، وبين صنعاء وبصرى، مما جعل بعض المبتدعة يرد هذا الحديث بدعوى أنه مضطرب. يقول: كيف نجمع بين هذه الروايات؟ هذا هو المضطرب اللي يقول الكلام، هذا هو المضطرب. أما الأحاديث يجمع بينها بأن الحوض واسع وعريض يسع الأمة كلها. نعم.